بيكم فقرة جديدة من برنامج الطبيب. جراحات السمنة من الجراحات الخطيرة جدا، ومش أي دكتور يعرف إن هو يوصل لمرحلة من التميز فيها. ونظرا لطبيعة الحالة الصحية للمريض، يعني أحيانا ساعات بنوصل إن احنا لازم الدكتور يبقى دكتور جراح وفي نفس الوقت طبيب نفساني. هنتكلم النهاردة عن السمنة وعن التحديات اللي بتقابل الجراح، وإيه هي الاختلافات اللي بتفرق ما بين كل جراح والتاني. هل هي الأدوات اللي بيستخدمها، ولا المهارة بتاعته، ولا الخبرة، ولا كل ده هنعرفه النهاردة مع دكتور محمد الفولي، دكتوراه مناظير وجراحة السمنة والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ومنظار البطن، وايضا مدرس جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا شيرين، شرفتني معايا النهارده في الاستوديو. عايزين نبدا النهارده مع الناس ونقول لهم عن السمنه المفرطه، ازاي الواحد لما يبقى عنده سمنه مفرطه يجي يخبط على دكتور محمد الفولي كده ويقول له الحقني يا دكتور انا هعمل ايه. تمام، بص، هي طبعا السمنه المفرطه مرض يعتبر اكثر الامراض انتشارا دلوقتي. هو مش مشكلته ان هو مش مرض بس بيصيب عضو واحد، لا ده بيصيب كل اعضاء الجسم تقريبا. ان هو بيعمل الضغط، بيعمل السكر، بيعمل خشونه المفاصل، بيعمل الانزلاق الغضروفي، بيعمل خشونه في مفصل الركبه، بيعمل لا قدر الله في دهون على الكبد، ممكن يزود نسبه لا قدر الله الاورام سواء في الثدي او رحم في السيدات او اورام البوستات في الرجال. كل دي مشاكل من السمنه المفرطه. طبعا ناهيك عن مرض السكر بكل مشاكله زي الجلطات واللي بيأثر على جهاز المناعه اللي هو اصلا جزء كبير او 80% منه بيحصل بسبب السمنه. تمام. نظرا طبعا لتطور المشكله الكبيره دي، اصبحت يمكن من مراكز ابحاث كبيره على مستوى العالم كله بدات تشتغل على فكره السمنه وعلاجها. العمليات نفسها بدات تتطور، ازاي ان هي تبقى بالمنظار وان يتم استخدام دباسات جديده وادوات حديثه عشان نقدر نوصل ان احنا نقضي على المشكله دي جذريا. تمام. السمنه المفرطه هو المريض اللي هو عنده وزن زايد كبير. يعني بكل بساطه كده اللي هو عنده وزن زايد حوالي 30 كيلو في اقصى. هو في فرق اصلا يا دكتور ما بين السمنه والسمنه المفرطه؟ مظبوط. السمنه نوعين، في سمنه مفرطه، يعني واحد السمنه دي درجات. يا اما واحد عنده اوفر ويت، يعني عنده وزن زايد بسيط قوي مثلا 10 كيلو. واحد عنده السمنه الدرجه الاولى كلاس 1 اوبيزيتي اللي مثلا بنتكلم من 10 ل 20 كيلو، كلاس 2 من 20 كيلو ل 30 كيلو، كلاس 3 او السمنه المفرطه اللي هو عنده 30 كيلو في اكتر وزن زايد. تمام. دي طبعا هي بيبقى ليها احنا بنحسبها عندنا في بحاجه اسمها عوامل كتله الجسم، بس طبعا دي بتبقى معقده شويه على الساده المشاهدين، فاحنا ببسطها زي ما قلت لك كده. يعني تقريبا نحسب الوزن الزايد ازاي؟ بشوف طولي كام، اطرح منه 100 يديني ده الوزن المثالي، انا بشوف وزني دلوقتي كام واطرح منه الوزن المثالي يديني الوزن الزايد اللي عندي قد ايه. تمام. فانا لو عندي 30 كيلو وزن زايد او اكتر انا هنا عندي بدايه سمنه مفرطه. سمنه مفرطه يعني ايه؟ اللي هي السمنه اللي افرطت زادت عن حدها اللي هتؤدي تدخلني للمضاعفات. بالظبط. تمام. طيب الفكره بقى هنا بيجي دور العمليات، ان فكره ان هي بتقدم اول علاج حقيقي قوي فعال في انقاص الوزن والاستمراريه في المحافظه على الوزن المثالي. الفرق بين الرجيم او العمليه ان الرجيم ده ما بيبقى حل مؤقت، ومشكله الرجيم ان الجسم بيقلل حرق معاه، وانا عندي معده كبيره مش قادر اقلل اكلي، فاللي بيحصل ان بعد ما نخس شويه في الاول بنلاقي نفسنا سبتنا مش بنتحرك، الميزان ما بيتحركش. ليه بقى الميزان ما بيتحركش بعد الرجيم؟ لان انا الجسم بدا يقلل الحرق بتاعه عشان يحافظ على مخزن الدهون اللي بدا يفقده. والحاجه الثانيه ان انا عندي احساس بالحرمان، ان انا بقلل اكلي وانا نفسي اكل ومعدتي كبيره وعايز اكل. فباجي بعد ما بخس شويه اروح ثابت الاقي نفسي العين يزهق يلخبط يروح يرجع يتخن الاكتر. صحيح. اكتر ما خس. اللي بقى يحصل هي دي فكره اليو دايت، يعني الكيرف كان وزنه مثلا 100 عمل دايت نزل بقى 80، ثبت رجع تاني تخنهم بقى 110، نزل تاني عمل دايت تاني نزل بقى 90، رجع تاني تخن بقى 120 لحد ما نفسه مثلا وصل 150 160 ورغم ان عمال يعمل رجيم طول الوقت. الفكره هنا بقى الفرق بينها وبين الرجيم وبين العمليه ان العمليات بتشتغل على بيت الداء المعده. فبتخلي المعده صغيره بتستوعب كميه اكل قليله. لما بقت صغيره مع اقل حاجه بيشبع، هو مش محروم زي في الدايت لان معدته في الدايت كبيره بيتحرم من اكل كتير. بالظبط. الحاجه الثانيه ان معدته لما بقت صغيره افرازها لهرمونات الجوع قل، فشراهته للاكل قلت، احساسه بالجوع العالي قل عن ما كان بيحصل مع الرجيم. تمام. عشان كده العمليه فيها ميزه ان هي بتمشي في وان واي، هو خط مسار هيمشي فيه، يبتدي ان هو ينزل يخس يخس لحد ما يوصل قرب الوزن المثالي، وبعد كده بيثبت لوحده ان شاء الله ما يتخنش تاني خالص. تمام.